مرحبا بكم في مزار موسى. المزار ده سمي بالنقطة الحصينة كونه مؤمن في البر وفي الجو، بر عن طريق حقول الألغام شديدة الانفجار، حقل ضد الأفراد، حقل ضد الدبابات، حقل مختلط، وجوا عن طريق مدافع الراوينج بتضرب 2000 طلقة في الدقيقة الواحدة. ولذلك سميناه بالنقطة الحصينة. احنا هنا في مدفع الهاوتزر 155 ملي فرنسا الصنع، الشهير عند اهل السويس باسم ابو جاموس عشان صوت الضربة بتاعته بتشبه بصوت نعير الجاموس. كان بيطلع على قران سكة حديد لفوق يضرب السويس، ردة فعل الضربة بتاعته بترجعه تاني يرجع مكانه هنا، ويتم غلق المكان كله بالشباك التمويهية اللي عملها اسرائيل لاخفاء الموقع تماما. ولذلك قعد يضربنا 4 سنين واحنا ما بنعرفش مكانه، من 69 ل 73. احنا بنتكلم ان مدى المدفع ده 27 كيلو، مدينه السويس من هنا كده عموديا 17 كيلو، اي بيتم قصف اهداف داخل السويس بعمق 10 كيلو، كان بيدمر السويس كلها. تاني نقطه لاسرائيل بتبعد هنا 35 كيلو، وده ذكاء كان منهم انهم حسبوا خسارتهم قبل مكسبهم، قال لك في يوم من الايام لو المصريين اخذوا مني الموقع ما يعرفوش يضربوني بيه، وده اللي حصل. مدى المدفع ده 27 كيلو، بعيد عن هنا تاني نقطه لاسرائيل 35 كيلو، ولذلك الرئيس السادات راى من الصعوبه جدا تحريك المدافع، لان ايامها كنت عايز غطاء جوي وانت في حاله حرب طبعا صعبه. دمرنا الخمسه مدافع وسيبنا ده كنوع من التذكار عشان يبقى علامه فارقه لدى الاجيال على انتصار 6 اكتوبر. استطيع اقول بكل اطمئنان ان ارادتنا اليوم اصبحت تستند الى قوه حقيقيه، وليس علينا الا ان نمارس هذه الاراده وقت ان يكون الظرف مناسبا ووقت ان نختار نحن هذا الوقت. وبالتالي اصبح ده نوع من فكرة افتخار بين جيل وجيل ان احنا نمتلك جيش قوي يقدر يحرر ارضه بحاجة. ضربة مدمرة بيضرب ويكسر فيها على طول، والضربة الثالثة ضربة كشفة عشان يكشف الأحداثيات الأصفرة في صوص المصريين. كمان زودوا المكان هنا ب 12 فرخة تهوية، 6 على اليمين و6 على الشمال عشان يعملوا كفلترة لأي المكان ده. إنها أنشئ في 67 ل 69 على يد الأسرى المصريين في الحرب، أخذوهم بالقربات وقالوا لهم هتبنوا المكان ده في سنتين بمقابل كده هطلق صراحة. وبعد ما خلصوا مسكوهم ودهسوهم تحت عجلات الدبابات عشان يخفوا أي ملامح للقصص وأي ملامح للمكان. الجديد بالذكر إن قضبان السكة الحديدية اللي معمول بيها الدشم هو طريق اسمه الحجاز أو رأس الحكمة، كان بيجمع من مصر وسوريا وفلسطين لحد تركيا. ولكن إسرائيل حست ان في توازن او ارتباط بين العرب على طريق القطر، راحت ضربت القطر، اخذت قضبان السكه الحديد بنت بيه الدشم في 67 علشان تخفي اي تواصل وتستفرد بكل دوله عربيه وحدها. كل الصحراء اللي حوالينا كده داير ما يدور ملغمه شديده الانفجار بثلاث حقول من الالغام، حقل مضاد للافراد وحقل مضاد للدبابات وحقل مختلط ما بين الاثنين، زائد نقطه المراقبه دي. ده كان مدفع اسمه راوينج نص بوصه بيضرب تحديدا 1873 طلقه في الدقيقه. فاحنا بنتكلم ان في 4 مدافع في ال4 زوايا مختلفة في ما يقارب 2000 طلقة، يعني 8000 طلقة دفاعية عن المكان ده في الدقيقة الواحدة. زاد حقول الألغام، فبالتالي السؤال احنا عبرنا ازاي؟ جات القوات المسلحة بالفرقة الصعبة
تحديدا فرقه المشاركين. هي متعلقه من فجرت الفرقه الثانيه دخلت على اشلاء الجثث تشتت انتباه. وجات الفرقة الثالثة دخلت بكساحات الألغام تكسح ما تبقى من الألغام وللأسف ما تبقى من أجسامنا احنا. وأخدنا المكان ده بعد ملحمة في يوم 9 أكتوبر 73 وبيمثل التاريخ ده نواة انتصار أكتوبر والقلب النابض على انتصار ودليل قدام العالم على انتصار القوات المسلحة في الحرب السادس من أكتوبر. شارك ونهبك بإيدك وهرمك بدمي أفادك وصد الأعادي وأدي بالرحمة.